السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم اخواني سنلعب الحلقة السادسة ان شاء الله من مهنة لاعب فيفا 21. اتمنى لكم اخواني فرجة ممتعة، ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو، واشتركوا معنا في القناة لتكبر اكثر واكثر اخواني. فاترككم مع الفيديو. اذا اخواني فلنبدأ. نحن الان نحصل المركز الاول في الدوري الاسباني الجولة 23، هذه 58 نقطة اخواني. الان سنذهب الى جدول لنرى المباراة التي سنلعبها. لدينا الكلاسيكو في لا ليغا مع ريال مدريد، ثم نابولي في تشامبيونز ليغ، ولدينا خيطافي في لا ليغا، ثم لنمر لدينا هنا بلد الوليد وبيتيس، اتلتيكو مدريد نابولي. اذا الاسبوع ناري اخواني، هذا هو الكلاسيكو، سنبدأ بالكلاسيكو اخواني. فندخل لنلعب هذه المباراة، سنرى النتيجة فقط. النتيجة 2-2 بين البارسا وريال مدريد، الكلاسيكو انتهى بالتعادل الايجابي 2-2. الجولة 24 الدوري الاسباني. الان لدينا مباراة مع نابولي، مباراة ستكون القمة، لكن لن العب هذه المباراة ايضا. ذهاب دور 16 من تشامبيونز ليج. اذا فالنتيجة فازت البارسا 3-0، نتيجة مربحة للبارسا. اذا فنظر الان، لدينا مباراة العودة مع فيلاريال في كأس الملك اسبانيا. اذا سألعب هذه المباراة اخواني، انا ورأس الحربة، اذا سنبحث على انفسنا في هذه المباراة لكي نزيد الثقة مع المدرب نادي برشلونة، نبقى في القمة اخواني. اذا هنا البداية سنلعب في كامب نو، مباراة العودة مع فيلاريال كأس الملك اسبانيا. انا هيا بينا، يلا 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 فين يا هذا، يلا ميسي، يلا ليو، هذه كرة لي، يلا خد، يلا ديو ديو رافينيا، نتصل الكرة هيا، يلا يلا هذا رافينيا، يلا هذه، يلا يلا رافينيا وديو رافينيا مرة أخرى في الشبكة. يا سلام يا سلام يا سلام، الهدف الأول للبارسا، أصبح الآن الفرق 4 أهداف إخواني، من 5-1 للبارسا. هيا يلا 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 اللي يطلق كرة ليو، يطلق كرة ليو، لا 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 لا، ضربة جزاء للبارسا. إذا ليو يصطاد ضربة جزاء لبرشلونة، أكيد سيكون ليونيل ميسي هو المنفذ لهذه الركلة. إذا بطاقة صفراء للاعب فيلاريال، هذا هو ليو، ليو ضربة الجزاء، يلا يا ليو ضعف الشبكة ليو، يا سلام عليك يا ليونيل، يا ليونيل ميسي يضيف الثاني للبارسا، يا سلام يا سلام يا سلام يا ليو، يا سلام، الركلة الجزاء يضيف الثاني للبارسا. معلومة الاحتفاليات، يلا شوف 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 وين حاطها، شوف 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 شوف، يا سلام عليك يا ليونيل، حاطها في الزاوية 90، شوف 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 شوف، ضربت في القائم ودخلت، يا سلام عليك يا ليونيل. هذا هو المدرب فيلاريال والحصر على النتيجة الكارثية. هنا فيدال ينصب، فيدال والضربة القوية لفيدال، فيدال والإصابة، يا ساتر يا ساتر. إذا لن يلعب النهائي، نهائي كأس ملك إسبانيا. شوف 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 شوف، تدخل عنيف من لاعب فيلاريال على فيدال. إذا هنا تغيير، سيأخذ فيدال بداعي الإصابة. يلا 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 يلا، هذه لي هذه لي هذه لي، يجب أن يسجلها. يلا 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 يلا، تدخل الحارس. هيا يلا 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 ليو، يلا ليو ديو ديو، قلت لك كوريا ديو، هذه مرة أخرى، لا 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 لا، ضاعت ضاعت، هنا مدرب غاضب غاضب عني. شوف 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 شوف، لعبت بعيد عن الشبكة. يلا 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 اطلق كرة، يلا يلا يلا، أوه في موقف تسلل. الآن المدرب يخرجني إخواني، سنرى كم بقيت النتيجة فقط، يعني أنا أخرج من المباراة. إذا النتيجة بقيت 2-1، سجلت فيلاريال. إذا سأهل البارسا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.
سيال ساقي بأتليتيكو مدريد. إذا النهائي سيكون حارق بين أتليتيكو وبرشلونة. الآن لدينا مباراة مع ريال فلاد الوليد، سألعب عليه المباراة لكن كجناح أيسر إخواني. إذا سنلعب في ملعب بلد الوليد، أريد أن أسجل في هذه المباراة لكي نزيد نطمئن المدرب عنا. هيا يلا 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 هذه لي يلا يلا سأحاول المرمى من هنا يلا 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 شو لا 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 تدخل الحارس ينقذ هذه الكرة. شوف 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 الإعادة شوف 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 يا سلام الحارس يتألق يخرج الكرة بعيدا عن المرمى. يلا يلا اطلق كرة يلا يلا خذ هذه هذه هي هذه هي يلا يلا فلنرجع يلا 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 هذه هذه من هنا من هنا لا 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 تدخل الدفاع مرة أخرى. يا الله يا الله علينا يضيع الآن مدرب يخرجنا في هذه المباراة. النتيجة لازالت 0-0. سنرى كم بقيت النتيجة. إذا نتيجها بقيت 0-0، تعادل مخيب للأمل في لا ليغا. الآن لدينا مباراة إخواني مع فيتيس، سألعب هذه المباراة أيضا كجناح أيسر. إذا المدرب لم يلعبني في رأس الحربة فاضطر الجناح الأيسر. الآن مباراة مع فيتيس، يجب علينا أن نسجل في هذه المباراة لأننا مباراتين لم أسجل فيها أي هدف. يلا يلا اطلق كرة يلا هذه لي يلا يلا فلنبور يلا خذ يلا 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 ديوم اطلق كرة يلا 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 راكيتيتش يلا اطلق كرة يلا ديوم 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 يضع الهدف الأول للبارسا. إذا 1-0 بين البارسا وبيتيس. ديبيلي ديبيلي يرفع كرة والراكيتيتش الراكيتيتش يضع الثاني للبارسا. يا سلام يا سلام يا سلام ثنائية للبارسا مع بيتيس. الجولة 25 من الدوري الإسباني لليغا. لا 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 يا راكيتيتش بين الطريق ولا ليو ليو الهرب ليو سيضع ليو. يا سلام يا سلام يا سلام يا ليونيل يضع الثالث للبارسا. يصبح الآن 3-0 في ظرف 20 دقيقة من المباراة. ولا بيتيس لا 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 أنا عاد التقليص لبيتيس. هنا الهارب كيس على الجناح الأيسر. إذن هذا هو الهدف لبيتيس. يلا 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 من هنا يلا. تألق الحارس الحارس يتألق. يلا راكيتيتش يا سلام عليك يا راكيتيتش. إذا أصبحت النتيجة 4-1 نتيجة مذلة لبيتيس. منفذ هو راكيتيتش. إذا 4-1 للبارسا. يلا 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 هذه لي هذه لي لي ديمبيلي سجل الخامس. إذا أصبحت النتيجة 5-1 الآن. يا سلام عليك يا ديمبيلي ديمبيلي يا ديمبيلي 5-1 للبارسا. يلا هذه لي يلا هذه لي يلا 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 لا 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 الحارس ينقذ بيتيس من هدف سادس. ديمبيلي والمهارة وديوم. يا سلام يا ديمبيلي يا سلام عليك يا ديمبيلي هدف سادس. 6-1 لا نسجل أي هدف من هذه الستة إخواني. أزلت المباراة. هذه جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام 7-1 للبارسا. يا سلام عليك أخيرا سجلت إخواني سجلت الهدف السابع. إذا 7-1 للبارسا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف 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 العربة شوف 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 وحطة في 90. يا سلام عليك. يلا 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 هنا ستنتهي المباراة هنا. يلا اضغط 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 اخيرا انتهت المباراة بفوز ساحق للبارسا 7-1 على بيتيس. الجولة 26 من الدوري الاسباني. الآن لدينا مباراة مع نابولي مباراة العودة تشامبيونز ليج. لنلعب هذه المباراة إخواني. سنرى النتيجة فقط.
إذن النتيجة بقيت 2-0 للبارسا، تأهل البارسا لربع نهائي تشامبيونز ليج. والريال مدريد أيضا تأهلت. إذا الآن لدينا مباراة مع أتلتيكو في الدوري الجولة 28، لن ألعب هذه المباراة أيضا، صار النتيجة فقط. إذا النتيجة بقيت 1-0 للبارسا. ثلاث نقاط مهمة على أتلتيك الجولة 28 من الدوري الإسباني لاليغا. الآن لدينا مباراة مع فالنسيا، لن ألعب هذه المباراة، سنرى النتيجة فقط. نريد ثلاثة نقاط هي إذا تعادل مخيب مع فالنسيا الجولة 29 من الدوري الإسباني لاليغا. نحن نزل في المركز الأول في 70 نقطة الجولة 29. يعني أخواني سننهي الفيديو هنا، أشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو. تحياتي لكم، سلام.